الرئيس السيسي يواجه الهيئة الهندسية بترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بإمبابة عقب الحريق الهائل الذي نشب بها. الرئيس السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ويؤكد ضرورة بذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن. وفد من الكونغرس الأمريكي يصل تايوان بعد نحو أسبوعين على زيارة بيلوسي المثيرة للجدل إلى الجزيرة. 9:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بإمبابة إثر الحريق الكبير الذي نشب بها. تقدم السيد الرئيس بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء في الحادث، مؤكدا أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وأثاره وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين. كما تقدم الرئيس السيسي بتعازيه لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين. وأكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع قداسة البابا توادرس الثاني، أكد على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اللبناني تقدم باسمه واسم الشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساة للرئيس السيسي وللشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة أبو سيفين، معربا عن تضامن لبنان الكامل مع مصر في هذا الظرف الدقيق. كما تقدمت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بخالص التعازي لمصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، مؤكدين تضامنهم مع مصر ودعواتهم بالشفاء العاجل للمصابين.
تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بخالص العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين. ودعت السيدة انتصار السيسي في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء لجميع المصابين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك في تصريحات لمدبولي عقب تفقده مصابي الحادث بالمستشفيات. خالص العزاء للشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها اتحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع، وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من يعني أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد موقع حادث كنيسة أبو سيفين، وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير جميع سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم. هذا وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة بلغ 41 وفاة. وأشارت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرة إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوات الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين. قام النائب العام المستشار حماد الصاوي بمعاينة موقع حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وأكد النائب العام انتهاء النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين، وأشار أيضا إلى عدم ملاحظة إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق. كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحية وتسليمها فورا لذويهم لدفن الجثامين، لافتا إلى أن شهودا بموقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء، فيما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعه. ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة. وأكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث
وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات. وأضاف البيان أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، كما أسفر فحص الأجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. هذا وقد شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالوراق صلوات التجنيز على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين. كانت جثامين الضحايا قد وصلت إلى الكنيسة لإقامة صلوات التجنيز، حيث وجه النائب العام بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادث. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن صرف دعم نقدي قيمته 15,000 جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه واسم مجلس النواب بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، وذلك في ضحايا كنيسة أبو سيفين بالجيزة. أعرب رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين، داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين. كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة للبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطورات حادث الحريق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، وتقدمت القوات المسلحة لأسر الضحايا ولكل أقباط مصر بخالص العزاء، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. هذا وتقدم عدد من المؤسسات والجهات بخالص التعازي للشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين في الجيزة، معربين عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وخلال الاجتماع شدد الرئيس السيسي على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضي. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية، وأشاد وزير الدفاع بالدور الذي يقوم به رجال القوات البحرية وبتنفيذهم لكافة المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية، وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالي والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدا بالدور الذي يقومون به وتنفيذهم كافة المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها. ودار القائد العام حوارا مع مقاتلي القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في إطار ما تتبناه الدولة المصرية من تطوير في كافة المجالات، والتي من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في إطار دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، لتكون النسب المئوية للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية كالآتي: الكلية الحربية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي و70% فأكثر للقسم الأدبي. الكلية البحرية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي، والكلية الجوية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي و55% فأكثر للقسم الأدبي. كلية الدفاع الجوي نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. وللكليات العسكرية كالآتي: الكلية الفنية العسكرية نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. كلية الطب بالقوات المسلحة نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمي شعبة العلوم فقط. الكلية العسكرية التكنولوجية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي بشعبتي. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين،
وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية من خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات 124 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 104 أطنان. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 732 قضية، من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 15 طن أقماح محلية. أعلن مكتب الرئاسة التايواني أن وفدا من الكونغرس الأمريكي سيجتمع مع رئيسة تايوان تساي إنغ وون صباح الاثنين. وكان وفد من الكونغرس الأمريكي قد وصل إلى تايوان في إطار زيارة تستغرق يومين للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك. وأوضح بيان للسفارة الأمريكية في تايوان أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهند والهادئ، مضيفا أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية. ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 11 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط المتوسط في تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي اليوم. كانت الدفاع التايوانية قد رصدت بالأمس عبور 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية للخط الفاصل في مضيق تايوان، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. قال رئيس بلدية زابوروجيا إن خطر المحطة النووية يزداد كل يوم وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بقصف المحطة النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا. في تلك الأثناء اتهمت الخارجية الروسية الغرب بتعطيل دخول مفتشي الطاقة الدولية إلى محطة زابوروجيا. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس الذين يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار من أنهم سيصبحون أهدافا خاصة لقوات بلاده. ذكرت أوكرانيا أن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيير في خرسون قد تبقى عالقة في المنطقة بعد قصف كل جسورها. قال النائب في البرلمان المحلي سيرجي خلان إن عدد الجنود الروس المتواجدين على الضفة اليمنى من النهر يقدر بحوالي 20,000. أعلن الجيش الروسي سيطرته على مستوطنة أودي في منطقة خاركيف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن 35 جنديا أوكرانيا قتلوا في منطقة خرسون، كما قتل قرابة 200 جندي في منطقة سيريبني بمنطقة دونسك.
التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مسؤول ألماني يدعو لخفض استخدام الغاز بنسبة 20% لتجنب أزمة خلال الشتاء. أكدت المستشارة الاتحادية المكلفة بالطاقة في سويسرا أن وضع الطاقة في البلاد أصبح خطيراً، مشيرة إلى حملة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة لحث السكان على خفض استهلاك الطاقة. وتعتمد سويسرا التي لا تتمتع بإمكانات تخزين كبيرة على الدول المجاورة للتزود بالغاز في الشتاء القادم، وتواجه أزمة طاقة بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. دعا رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة الألمانية كلاوس مولر الحكومة الألمانية إلى خفض استخدام الغاز في عموم البلاد بمقدار 20%. وأضاف مولر أنه في حال الفشل في تحقيق هذا الهدف فستكون البلاد أمام خطر جسيم يتمثل في عدم توفر كميات كافية من الغاز في الشتاء المقبل. كما كشف المسؤول الألماني عن حاجة برلين أيضا إلى نحو 10 جيجاوات من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر أخرى لتعويض الكميات المفقودة من روسيا نتيجة لفرض العقوبات. أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن وزير المالية الناظم الزهاوي طالب المسؤولين في الخزانة البريطانية بالعمل على حزمة قرارات يمكن أن تؤدي إلى خفض إضافي بقيمة 400 جنيه استرليني في فواتير الطاقة المرتفعة. قالت الصحيفة إن الاقتراح الجديد سيغير الطريقة التي تحدد بها هيئة تنظيم الطاقة في البلاد المستوى الذي ينبغي عنده تحديد سقف السعر عن طريق إزالة بدل يفرضه الموردون على المستهلكين. وأضافت الصحيفة أن التكلفة ستدفع بدلا من ذلك عن طريق التمويل الذي تسهله وزارة الخزانة وبنك إنجلترا. شهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من دولة السودان الشقيق. يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية لمجموعة من الإعلاميين من الدول الأفريقية الشقيقة. تتضمن الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، ومنها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، والإعلام الجديد ما له وما عليه، وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا، وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب. في الحقيقة بعتز بالفرصة للمشاركة في هذه الفاعلية لافتتاح الدورة التدريبية للأشقاء الإعلاميين من الدول الأفريقية. الإعلام بصفة عامة وخاصة في دولنا الأفريقية عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ الوعي بالأولويات التي تهم الشعوب الأفريقية وتطلع لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. وبالتأكيد أن المؤسسة الإعلامية المصرية بما لديها من خبرات واسعة ومكانة مرموقة لشخصيات لها ريادة فكرية وثقافية تستطيع أن تثري من خلال التفاعل والتواصل مع الزملاء والأشقاء من الدول الأفريقية لتعظيم العمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا الأفارقة لتحقيق المصالح المشتركة. بنرحب بمعالي وزير الخارجية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليشرفنا في إطلاق أكبر برنامج تدريبي لتدريب الإعلاميين الأفارقة، وهيستمر لمدى
عام كامل. ده انطلاقا من ثوابت السياسة المصرية اللي بتهتم بإفريقيا باعتبارها العمق الاستراتيجي لمصر، والعلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعظم وزعماء القارة الإفريقية. الدورة هتستمر لمدة شهر وهتتناول موضوعات كثيرة جدا بتهم الشأن الإفريقي، ودي هتبقى بداية حقيقية بيشرفها معالي الوزير. تلقى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتقديم التعزية في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة. وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن فضيلة الإمام الأكبر قد أعرب عن خالص تعازيه في الضحايا وصادق مواساته لأسرهم وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد. نظم المركز الطبي لجامعة نبراسكا الأمريكية ورشة عمل لمناقشة الهيكل التنظيمي الحالي للسلامة الحيوية والأمن البيولوجي في القطاع المدني. تستهدف ورشة العمل مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعزيز أنظمة المختبرات لمعالجة السلامة الحيوية ومناقشة تاريخ القوانين واللوائح المتعلقة بالأمراض المعدية. في إطار حرص الدولة على التعاون مع الجامعات الأجنبية، نظم المركز الطبي لجامعة نبراسكا الأمريكية أولى ورشات العمل بمصر لمناقشة الهيكل التنظيمي الحالي للسلامة الحيوية والأمن البيولوجي في القطاع المدني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات. منظم ورشة العمل هي المركز الطبي لجامعة نبراسكا في ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وده بالتنسيق مع مركز مكافحة الأمراض في أمريكا اللي هو المعروف بالاسم CDC، وكذلك منظمة الصحة العالمية WHO في القاهرة، بالإضافة طبعا إلى وزارات الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى بعض الاستشاريين في هذا المجال المحليين. ما أهم الموضوعات؟ طبعا حضرتك كلنا عارفين الكوفيد 19 والكورونا وتأثيرها سواء محليا أو عالميا، والتأثيرها ده مش بس على التأثير الصحي، لا أتعدى الموضوع ده إلى يعني جهات أخرى أو قطاعات أخرى، منها اقتصادية ومنها اجتماعية وخلافه، على التجارة العالمية وخلافه. على مدار 3 أيام تستمر ورشة العمل لمناقشة عدد من الموضوعات كتعزيز أنظمة المختبرات لمعالجة السلامة الحيوية ومناقشة تاريخ القوانين واللوائح المتعلقة بالأمراض المعدية، إلى جانب الحديث عن تطوير نظام المعلومات الوطني. الموضوع أنه هناك قوانين عالمية تتعلق بالأمان الحيوي، تطورها صادف أنه قد نكون نحتاج أن نقتدي به، تزامن ذلك مع اتجاه الدولة في مصر إلى صدور قوانين تكاد تكون فيها بدايات جيدة جدا لمثل هذه الأمور، 152 لسنة 21 و 12 لسنة 22، قوانين يمكن الاعتماد عليها لإنشاء الفكرة الرئيسية للمشروع وهو كيان قومي مصري للأمان الحيوي. أنا متحمس جدا لهذه الورشة، ونعمل على الشراكة مع الحكومة المصرية وجهات أخرى بهدف البحث المشترك في وسائل حماية المختبرات والأشخاص من الأمراض المتفشية. أعمل مع فريقي منذ 20 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البرنامج المعني بالرقابة على المختبرات لحمايتها من أي انتشار للأمراض المعدية نتيجة العمل بداخل تلك المختبرات، وقمنا بتلبية الدعوة المصرية للمشاركة بمعلوماتنا والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية في هذا المجال. تعاون مثمر بين المؤسسات المحلية والجامعات الأجنبية في عدد من المجالات الحيوية ومن بينها مجال الصحة، بما يدعم تبادل الخبرات إلى جانب تعزيز القدرات من أجل التصدي للأزمات المختلفة.
يواصل مستشفى حميات الغردقة تقديم خدمته الطبية لأبناء البحر الأحمر بعد افتتاح أعمال التطوير به، وذلك بتكلفة وصلت لنحو 85 مليون جنيه. شملت أعمال التطوير بالمستشفى الانتهاء من المبنى الذي يقع على مساحة 4000 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق تضم الصيدلية والمعامل والعيادات الخارجية وقسم الأشعة، بالإضافة لغرف الإقامة وغرف الأطباء، وذلك بقدرة استيعابية تبلغ 40 سريرا. أي حالات بنطلع للعيان متوفرة، مش لازم العيان ينزل لهنا. بنلاقي حالات كتير بتتحول لنا، أغلبها صدر، حالات الكورونا، بنشتغل حالات الفيروسات، حالات الخاصة بالكبد وفحوصات الكبد بالكامل. كنا محتاجين جهاز زي ده، يعني الجهاز جديد وبيخدم قطاع كبير قوي من الناس. المستشفى يعني تكاد تكون تطورت بالكامل، الجزء القديم تم التطوير الكامل ليه وتم انشاء جزء جديد تماما. المستشفى تضم يعني اقسام الرعايه المركزه، وده برضو من الاقسام اللي تضم 10 اسره عنايه مركزه تبع الحميات، وبرضو حالات الكوفيد والكورونا مع اقسام العنايه المتوسطه والداخلي عندنا، وفي تم استحداث قسم الغسيل والكلى اللي احنا فيه حاليا. الوحده حديثه لسه وصلنا قريب، والوحده بتخدم اهالي البحر الاحمر وبتقوم بجميع خدمات او اغلب يعني خدمات المناظير، سواء مناظير تشخيصيه للجهاز الهضمي او مناظير علاجيه، مناظير اللي هي المعده والمريء والاثنى عشر، مناظير القولون. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال، نتابعها مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ريهام، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل رقم 22 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التأمين والوساطة المالية. وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص. نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمعسكر الصيفي بمنطقة أبو قير بالأسكندرية حملة ابدأ مستقبلك التابعة لمشروع رواد 2030. المعسكر ضم الطلبة الموهوبين على مستوى المحافظات، حيث تم إقامة ندوات تعريفية للحضور بطريقة عرض مشروعاتهم وكيفية تقديمها، كما تم مناقشة اختراعاتهم. انا جينا هنا القريه الشبابيه في اسكندريه عشان وزاره التنميه والتخطيط اختارونا. انا عامل ابلكيشن بيتكلم عن المعالم السياحيه في مصر باربع لغات، هو نازل دلوقتي على جوجل بلاي، ممكن اي حد ينزله. الابلكيشن فيه 29 معلم، فيه صور، فيه جي اي اف، فيه مكان على خريطه جوجل مابس ممكن تختاره. احنا هنا بنبدا حمله ابدا مستقبلك، بنبدا ان احنا بنتعلم ازاي نقول الكلام صح، وازاي نعرض يكون عندنا ثقه في النفس، وفي نفس الوقت بيكون في مسابقات وحاجه بتزود ثقه في النفس والتين، وبيكون في عليها تقييمات، وفي آخر يوم هيكون في تقييم، واللي هيتصفى منه هيكون ليه شهادات معتمده وتصعيد. انا المشروع بتاعي عباره عن اني بعمل اشكال بالصلصال الحراري، وبرده برسم على مخلفات المصانع بتاعه الخشب، باخد الخشب بتاعهم المتقطع على شكل مربعات او اشكال صغيره وبرسم عليه، بعيد تدويره عشان نوفر مخلفات المصانع. المشروع بتاعي عباره عن روبوت، الروبوت ده برمجه روبوتات. المشروع بتاعي الروبوت بيقدر يمشي ويقدر يتكلم، تمام، بقدر برمجه ان هو يمشي ويروح حتت ويجيب حاجات ويرجع، تمام. وعامل مشاريع جنبه برضو صغيره، لسه بفكر في مشروع عربيه بتقدر تستشعر المعادن، تمام، تحتيها، وتقدر تحفر وتقدر تجيبها من عمق مترين.
نتحول إلى البورصة المصرية والتي أنهت المؤشرات التعاملات اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 673 مليار ونصف المليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر الشركات مؤشر إيجي إكس 100 والذي ارتفع بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. اليورو 19 جنيها و59 قرشا للشراء و19 جنيها و68 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيها و16 قرشا للشراء و23 جنيها و27 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. نتحول إلى البورصة السعودية والتي أغلقت مؤشراتها على انخفاض طفيف مدفوع بتراجع أسعار النفط وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.7%، في حين صعد سوق البحرين بنسبة 0.77%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة ليوسف وريهام، إليكم. شكرا ميرفت. تسببت فجوة بأحد السدود في ميانمار في فيضانات بالمناطق الحدودية مع شمال تايلاند. أظهرت لقطات صورتها هيئة الإذاعة المحلية أفراد الإغاثة يوزعون المواد الغذائية على الأشخاص الذي تقطعت بهم السبل. وقال مسؤولون إن السد الواقع على الحدود بين تايلاند وميانمار قد فاض بسبب هطول الأمطار الغزيرة نتيجة مرور العاصفة الاستوائية مولان. جاءت الحر والجفاف في بريطانيا إلى أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ريهام ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31 24، مطروح 30 24، بورسعيد 32 35، الإسماعيلية 35 26، السويس 35 25، العريش 31 24، طابة 35 26، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 7
30-28، الأقصر 42-29، أسوان 42 أيضا 29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 40-29، وأخيرا حلايب 36-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه الهيئة الهندسية بترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بمبابة، وذلك عقب الحريق الهائل الذي نشب بها. الرئيس السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ويشدد على بذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن. وفد من الكونغرس الأمريكي يصل تايوان بعد نحو أسبوعين على زيارة بيلوسي المثيرة للجدل إلى الجزيرة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا ريهام. مساء النور يا يوسف. إزايكم؟ يا رب تكونوا بخير، وخلونا يمكن كلنا نجدد التعازي أو نعزي أنفسنا يعني لأسر الضحايا نتيجة الحادث المؤلم النهاردة في كنيسة أبو سيفين. وعزاء لمصر فعلا كلها. فعلا فعلا فعلا، ربنا يا رب يرحمهم ويتغمدهم برحمته وبمغفرته، ويا رب بإذن الله يعني أهلينا اللي لازالوا موجودين في المستشفيات يقوموا بالسلامة بإذن الله. اللهم أمين. هستأذنكم نبدأ فقرتنا.